يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، سوف نتحدث اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن نجم جديد من نجوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صحابي آخر من الرجال الذين كانوا تحت قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي أيها الإخوة رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وتفرغ لسماع الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من المكثرين من رواية الحديث، وكان أيضا مما ورد عنه أنه كان بارا كثيرا بأمه، فكان كلما يخرج من البيت يقول السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، وهي ترد عليه قائلة وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، ثم يقول لها رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرة، وهي تقول له رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. ورد عنه أيضا أنه مر برجلين أحدهما أسن من الآخر، فقال للأول ما يكون لك ذلك الرجل؟ قال هو أبي. قال إذا لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. فقد ورد عن ذلك الصحابي أنه كان بارا بأمه، وأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المكثرين برواية الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالنا، من هو هذا الصحابي الذي امتاز بهذه الميزة وبهذه الصفات؟ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا صحبة الخير يا